السلام عليكم ورحمة الله. شخص اتصل علينا عنده محل أواعي داخلي أفعى جوا المحل، والجماعة مستعجلين وخايفين، وهذا الشهر واليوم يوم الأفاعي، وفي كمان أفعى عن جماعة في طابق ثاني، بس نخلص بنروح لها بننزلها بفيديو ثاني. الأفاعي انجنت عنا الشهر هذا. في كمان اثنين بعثوا لي صور مسكين اسود خبيث، وفي واحد منهم نفس القريه اللي توفت البنت منها اول امبارح، في نفس القريه مسكين اسود خبيث في قريه دوما، هاي ملانه ملانه اسود خبيث، يعني منتشر فيها بس اكثر شيء الاسود الخبيث. شوفوا خبيث هاي تبع دوما، ساكن في نفس القرية اللي ماتت منها البنت، برضو ماسك اسود خبيث. طيب بديت نشوف هذا الزلمة وين بالضبط قبل ما نوصل للمحل. سلامات. هلا حبيبي. اسمع، انا اجيت من الشرفة. هيني واقف على الرمزور اللي عند جامع العين. خليك معي. على الشمال ولا على اليمين؟ طيب ماشي، يلا سلامات. يلا افتح يا سمسم، افتح يا سمسم. طب يلا بس ندخل. السلام عليكم. هلا بالشباب. ولو هذه ضخمة يا زلمة. سامة ولا مش سامة؟ لا مش سامة، هاي البقاويل بتعيش بين الدور. والله ضخمة. أنا فكرت حي صغيرة دخلت على المحل، مش يعني كبيرة بعدين. هاي دخلت من الباب أجيت؟ مش عارفين. هاي ما هي بتعيش بين الدور والمحلات. هاي بتحب الدور والمحلات والمخازن والناس. في معدنا بالصندوق كثير. سامعه؟ والله كبيرة. في بطن غملان فران. ماكلة إشي. ابعد جمال جمال. يلا ابعد، خلينا افتح لي صندوق السيارة. افتح محمد. افتح الصندوق. بطن غملان اكل شاي. طلعت ريحه من قويه. عادي بجوز من شيء. افتح الصندوق. للساعات رايحين على دور في الطابق الثامن عنده حي. واول امبارح ماتت بنت صغيره من حي. لا هاي مش سام. هاي من النوع الغير سام البقلاويه. مش سام، بنعرف لهم هذه بقلاويه. على حيين الشارع هذا ما هم مسير. عشان كذا في غيرها. كيف بدك تعرفيها؟ لا ما اظنش في غيرها، هاي فاتت بالصدفه بالغلط. هاي جاي يمكن لحكي فار. هان وقات شايف الزبال من غير فشكلها التخمت ودخلت تتخطى. يا البلديه مش حيسوي لكم شيء، واذا بتشوفوا شي رنوا علي. تروحوا على اليوتيوب الافعى البقلاويه مع جمال وبتحضروا عنها. طبعا هاي الافاعي البقلاويه بتحرجنا مع الناس، دائما بندافع عنها وبنقول انها مش سامه، وبس بتضلها دائما وين؟ شوفوا في المدينه عند المحلات عند الدور، بتحبش تعيش الا وين؟ الا جنب الدور، بتفوت على المحلات وبتفوت على الدور، ويعني مسويين الاحراج بندافع عنها، وهي ايش؟ وهي بتحرجنا مع الناس، بتخوف الناس.